رايك ايه في اللي بيقدمه كهربا مع النادي الاهلي؟ ده حاجه ممتعه طبعا. لا لا لا، يعني كهربا في الفتره الاخيره فعلا اشتغل على نفسه بشكل كويس، والكوره عايزاه دلوقتي، الكوره مطوعه معاه، فاتمنى ان هو يمشي ويكمل على الفتره دي. توقعت المستوى ده لكهربا بعد العوده من ايقاف طويل؟ كنت متوقع. يعني حتى انا قلتها مع الكابتن مجدي عبد الغني، قلت ان هو هيرجع، لان اي لعيب بيرجع من اصابه او بيرجع من فتره طويله بيبقى جعان كوره، بيبقى عطشه، جعان كوره، عايز يلعب، بيأدي اداء كويس، بس بيعمل ماتشين ثلاثه وبعد كده الكيرف بتاعه ينزل، لان المخزون البدني بتاعه بيقل، لان انت ما بيبقاش في استمراريه للماتشات الوديه، استمراريه للماتشات الرسميه. فكنت توقعت له بعد كده عيلي تاني. يعني الميزه بقى ان هو عيلي تاني. انا مش فاكر مين فيكم اللي كان مختلف عليه، بس هسالكم السؤال ده انتوا الاثنين لحد ما حد يقول لي مين اللي كان مختلف. ايه رايكم في المستوى اللي بيقدمه بيرستاو في الفتره الاخيره؟ عبد الله وما زلت مختلف. ليه؟ ما هو الراجل والله انت عارف عاجبني ده الراجل بيطلع نار دلوقتي. كريم كيمو الوان تو مع بعض انا وانت النهارده. ايوه صح كده. قناعات قاعدين انت. لا ده انا والله ما كنت فاكر مين اللي كان. ايوه بص انا مش فاكر. هقول لك على حاجه، انا فاكر هو اصلا بالمناسبه بس عايز لا انا قلت ايه بيرستاو لو هو قال لي، حتى لما انت قلت اللعيبه المحترفه ما جابش سيره بيرستاو، انا قلت ايه على بيرستاو؟ قلت لعيب كويس ما بيعرفش يجيب جول واصاباته كتيره، بس لعيب كويس. قلت سبرنتر ادي اللي ضايقني. وسريع. لا هو مش سريع. لا مش سريع. لا 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 بس لا لا المستوى لا اللي بيقدمه بيرسي في الفتره الاخيره ماشي ماشي كويس. انا هسالك سؤال ثانيه واحده عشان لا 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 انا هتخانق معاك. بيرسي تاو مش سريع في مباراه سان داونز كان هو الوحيد اللي بيلعب. ده وضع طبيعي. لا 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 ثانية واحدة. هو كان ممكن يرجع يعني. هو برضو انت لو انت اديك انت في الميديا ومعانا اكيد انت عارف ان كان في كلام عليه السنة دي ان هو يرجع صن داونز. فوضع طبيعي، وبلده وفرقته القديمة لازم يطلع احسن ما عنده. انما ما تقس. لا ده اصرار لعيب. لا لا محمد معلش. ده اصرار لعيب قال لك انا مش همشي على ماتشين. ما تكلمنيش على القطن الكاميروني. لا 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 هنيجي نتكلم على القطن الكاميروني ولا لا؟ مش معاك. لا مش هتكلم في ماتش زي ده ان هو ماتش سهل. يعني فرقه في فرق سما وارض. ماشي ده بيرستاو. لا قبل ما نطلع بس قبل ما نطلع بس مش هتسيبه بيرستاو. الراجل اصر قال لك انا لازم اقعد في مصر، لازم اثبت نفسي. المدير الفني عرف ان هو اصاباته كتيره، قعد فتره يجهزه وبعد كده عمل المستوى ده. احنا مع بعض ربنا يديك. اطلع فاصل بقى. اطلع فاصل خلاص، خلص اللي في نفسه.